بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبادنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وحان إن شاء الله تعالى عن رحي على بك الموقع قابا ليرين ميو صلاة المغرب كن وردو ذهي حفلتنا هذه بلوتا هاي مركو وضو حان كعو دارنا يا أخيارتا انتا لوغو فريدا علومة دي أخيارتا لما انتا يتميش حفلتا كسو قيب قلي كلمة دينا نغوهر مروا كعو دارنا يا سوقنا وحاوية أنا وغوهر مري waxa ugu soo dhawayn aan baxo aw la kalaan baan kasoo tagay marka maadaama aan cudaarto in mar dhawaan baxaya saas la igu hormariyay marka culimadu saa ogaatay xaraba dadku inay saa ogaadaan insha Allah ta'ala cudaarkiga saa keenay waxaan galabta aad iyo aad maartay aan ugu faraxsanahay xafladda tan quluxda badan runtii inaan kasoo qayb galo oo waliba kalmad laga siiyo kalmadeeda marka waxaan uga faa'iideysanayaa inaan ugu mahadceliyo Allah subhanahu wa ta'ala awalan wa qabla kulli shay Allah subhanahu wa ta'ala halkay isugu keenay inaan suuna keenay bayt min buyuti Allah subhanahu wa ta'ala ilahi gurihiisa kamid ah baytkaas ama guriga ilahi oo lagu weynaynayo quraankiisa iyo diintiisa lagu karaameynayo lagu sharfayo inaan isugu nimaadno xaflad noocaas oo xafalad kale isugu yimaado kuwa ugu qiimaha badan inaan isugu nimaadno ilaahay noo aan maartay noo kasay ilaahay ayaa subxaana wa tacaala ayaan u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa walaalaha soo agaasimay xafladda tan ilaahay kitaabkiisa lagu weynaynayana maartay iyagana maartay waan u mahadcelinayaa maamulka madrasadan Alif Center ama markaskan aan joogno waalidiintiisa ardaydiisa macallimiintiisa dhamaantood waxaan leenahay jazaakumullahu khayran dadaalka aad wadaan iyo khayrka meeshan aad ka wadaan aad iyo aad baan maartay idin kugu bogaadinaynaa si khaas ah waxaan rabaa inaan aan ugu mahadceliyo sheekhuna alfaadil sheekh cabdiraxmaan suusi oo runtii aad ogtihiin ama aad la socotaan dadaalka uu madrasadan ama markaskan aan joogno uu ka wado sheekheena qaarigeena maaragtay runtii duruus aad iyo aad u fara badan oo aan u malaynayo maaragtay qaybo kala badan qaybo kala duwan leh oo qiraa'a leh maxaan ku raadahay lagu barto maaragtay qur'aanka lagu barto leh culuum luqad carabiya leh qur'aanka iyo tacliimtiisa qaybaheeda kala duwan leh naxwo leh carabi leh leh maxaan ku yidhahdaa haddii laydinkeeda leeyahay tajwiidka qur'aanka laftiisa iyo lafdigiisa oo la xifdiyo macaanidiisa duruus aada u fara badan markaska ka bixiya ayaan maaragtay aan isagana u mahadcelinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ilaahay ha u saaro duruusta faraha badan iyo waqtigiisa halkan uu geliyo oo ummadda muslimiinta walaalihiisa uga faa'iideeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ajarkiisa inuusan ka dayicin baan ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay u weydiinaynaa ilaahay uga baryaynaa asagana maaragtay waxaan leenahay sheekha inuu noo daa'imo oo noo wado oo juhuudiisaas halkan uu ka wado inuu sii wado oo uusan maaragtay ka daalin hadduu sidaa hadda uu u wado waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in ay kasoo baxaan dad fara badan oo ummadda wax ugu yaala inay kasoo baxaan baan rajaynaynaa maaragtay waqti dhow ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka baryaynaa inuu ilaahayna la garab galo juhuudda iyo dadaalka uu wado sidoo kaleeto walaalaha u suurto geliyey oo markaskan gacanta ku haya in sheekh cabdiraxmaan duruusta intaa faraha la eego halkan ka bixiyo u suurto geliyey oo markaska maaragtay maqararka uga dhigay iyo meesha uu hadda degan yahay sheekhu oo maaragtay looga faa'iideystana hadda iyaguna waxay leeyihiin mahadcelin bay leeyihiin looga mahadceliyo iyagana allah subxaanahu wa tacaala ajarkooda kama dayaco ana waxaad ogaataan sheekhu duruusta uu bixinayo qofkii suurto geliyey darsiga inuu sheekhu meesha ka bixiyo oo ardaas iyo maaragtay uu soo saaro jiilka uu soo saaro ay ka faa'iidaan inuu leeyahay ajarka sheekhu leeyahay
mid la mid inuu leeyahay mid ku dhaw inuu leeyahay sidaas ku niyad samaadaan oo ha ogaadaan ardada isugu jira ma aratay gabdho iyo wiilal dad waaweyn iyo dad yar dumar iyo rag waaweyn isugu jira ayaguna waqtigooda ka faa'iideysanaya runtii waxa weeyaan idinkana ma aratay waqtigiina halkan aad galiseen ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinkama dayacay idinkana ajarkiina ajar iyo xasanaad ilaahay idinka siiyo anigu intaas inaan bogaadiyo oo ma aragtay inaan garabkiina aan taaganahay duruusta halkan ka baxaysa har iyo maalin iyo gamar galab iyo habeenba ka socota weekend iyo weekdaysba ka socota inaanu ma aragtay aan bogaadino inaad wax wanaagsan aad gacanta ku haysaan annaguna aan garabkiina taaganahay haddii ay noo suurto gashana inaan ka qayb qaadano insha allahu tacaala annaga laftayada oo aan nimaadno oo aan ka faa'iidaysano sheekha inuu ay qorshahayaga ay ka mid tahay ayaa waxaan rabaa inaan maaragtay aan rabay inaan bogaadiyo oon sidaa u sheego insha allahu tacaala waqtiga inaan dheereeyo ma rabo maqribkuna waa soo dhow yahay kelmadda munaasabadahuna intaasay ahayd caawana waxaa la ii sheegay in la khatimayo duruustii socotay oo badnayd ramadaanka inta muddada ramadaanka uu jiro in la khatimayo duruustii shiikhu waday oo dadka waaweyn u dhigi jiray oo macadka iyo qaybihiisii kala duwanaa kabacdina dib loo bilaabi doono insha allahu tacaala bacda ramadaan marka khitaamkaas la joojinayo oo hakadkii la gelinayo ayaa maaragtay in xafladan loo sameeyo dadkana loogu iclaamiyo in duruustii caawana haddana ay joogsan doonto haddana ay dib misana dib ka bilaaban doonto intaasaan maaragtay baa la igu yiri xafladdu weeyaan iyo maaragtay baa xafladdu ay tahay loo qabtay marka insha allahu tacaala intaas oo maaragtay aan ku bogaadinayno idinlana garab taaganahay haddaan nahay walaalihiina kaleeto oo maaragtay maraakiista masaajidda iyo maaragtay banaanka ku haya alif centerna waxay ka mid tahay maxaan ku irahdaa de maraakiista waaweyn ee ku taala maantayto gobolkeennaan ku taala ayay ka mid tahay iyagana waxaan leenahay meesha awadaan ka sii wada wajasaakumullahu khayran dhammaantiin dadka soo xaadiray iyo ardada iyo macalimiinta iyo culummada intaba wajasaakumullahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن تحفه الملائكة وتنزل عليهم الرحمة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة وذكرهم له في من عنده كما أسأله أن يجعلنا جائزتنا عند تفرقنا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله بعزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أيضاً كان مسلمين تهولا لها وحان ماركت ياد أم هد علينا هيا ولا لها مامولك أخ een oo iyo sheekha Cabdi Rahman Sisi Susi oo barnaamijkan ka soo shaqeeyay khayr badan Allah subhanahu wa ta'ala sheekha Allah siyo dadaalkiisa ma aragtay oo mira dhal yahay oo muuqdo iyo ninka la yiraahdo ma aragtay walaal Roble iyo maamulka kale mooda aqaan dhamaantood sheekha magciisan khaldey baan maleeyay Sisi ninka dadka la injiray baan ugu wadaaray marka waa Cabdi Rahman Susi afwan wixii maareeyay khalada waxaan doonayaa maadaama munaasabadan isugu iimaanay ay tahay munaasabad quraan bal wax yar oo insha Allah 7 daqiiqo ah inaan iska niraahano maareeyay quraanka iyo fadligiisa insha Allah ana soo koobay insha Allah aniga laftigeygu waa hawleysnahay oo waqtiguna waa kooban yahay jazakumullahu khayran horta quraankan aan dhageysanayna oo inaagu socda oo laga yaabo inaan ku dul sheekeyno wax cayaara maahan wax sahlan maahan waa hadal macno badan samaynaya waa hadal annagana la kula hadlayo oo loola hadlayo qof qof yaana loola hadlayo jamacna waana loola hadlaya waxna waa la inoo diraya waxna waa la inaga reebaya intaas oo dhan quraankay ku dhantahay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay quraanka sidaad bilowga suuratul al-baqara
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الله عليه سبحانه وتعالى كتاب كان أسقى وحشك يوكم تشره حق نمدي سئنو مارقتي إلهي سبحانه وتعالى أسودتي وحشك يوكم تشره هل يدا ودا ماذا قال هذا لإماذا شك وددك غار بقول عاية هرت سورة داس بلو قيدا بغادا سورة كان الله سبحانه وتعالى سوك لو أبو بلابي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى من رب العالمين مركا كتاب كان وحمد مدوبك ومجرم بأله سبحانه وتعالى ليه الله سبحانه وتعالى وحي نوت الماما يا قرآنكم يشو ينوضه هدان قرآن كراعنه حقينا قينا إياه وحو إلهي سبحانه وتعالى ليه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا قرآن كان الله سبحانه وتعالى وحليه وحيد كهن وننا يا وددي تصنيد أو سحدا مؤمنين تنا وحوقوا بشارين يا أجر وين إن إليه وكبير إلهي أكتسى سقوا إلهي وين بكبير كل شيء قرآن كان إسقى وإن رافيا ونجيه إسكمريا أن وحبابا كفى إيدين جنك مركي لقو أخرهم حير أهدين قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وحيدها وحن بغلي كتاب كتاب كاس ووضد السحرة وحكوه نونية وطلمامية شركي إيا حمانتا أي كتيرين وان كبحاني بي رهد إسلام مركي سورة قل متهي مركا آدم غشد وحاون إلا يحوين إلا قعمها كلابت آدم ندبتن بأول لابا معقول متهي ما يسكود أي كرتا ولال تقي الضمر با هل قسان إذن كشاكين يا إن شاء الله نل إرهد فضيل بن عياد أيا وحو أها نين شد قويو ينكاري قطتك الإبابو أها هذا وحو كلمة دي علماء السنة رجع قوة وين ومرك إلى آخرين هي كتب العقيدة هذا الذي سميل وين بكيكة نمبر ون وين علماء دي ما سوق هذا شخص مرك هو وحو أها دادك شد قويو دكتو أها إسبانا نغانا نبوان في ليا سقو مرك ريرو دعايا هبين يونين صلاة كين أيو مغلي وآخرين هي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الله سبحانه وتعالى هو آيات لبعض كلمة وهو رئيسة ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ورميان لجارين مركي ذكر إلهي قلبك أجل علاها مركي هنونك قلبك قل إلها مركي هذا وناك فهم إلهي مركي هذا حمانت كهر إلهي إسبدل مركو كود ألان لها مستوال ميلبا لغو وضح أو دخل نباد حيسا ميان لجارين انتو دروي كسو الدكتي بوحو يري إلهي وان لجارين بالفيري دربي بفوسراني كاس إنو أدعو ربرهر إلهي وان لجاري بوير وكدقي وان نقضي كدب نجيب وان نقضي هذا نقول السفر عبانا يسول وحكو سوى باقمي أوله سفر بان نهيو نقل لي حيا ميشان فضيل بن عياد باجتك نوق ليه مركاسو يري إلهي داتكاقي سفر كاها مساسي إيقا عبانا يا أنما واحد اسكوها المانسان مارتي معسيادة يا حمانت ووتقي وحرم كوتقي مدو هالكافرية عالم وحو النقضية علماء المسلمين أبوها وين أحجاء هذا هو حال الربا ولا القرآن كان إنه وحكا بدلو درين كاقو إنه إسبدلو قرآن كفائدة ديسة نبي قال نوح عليه السلام حديث عبد الله بن عمر بن عاص أبو سعيد الخضري أول لقو رياي ونبي قال يقال لصاحب القرآن قفك قرآن كأخرية وحا الله رانيا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتله في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ورسولك صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن قفك قرآنك أو صاحبك وحلو أرنيا اقرأ قرآنك أخر بلليه
ورتل وارتقب عليه درجات جنازنا كرس ودلع ورتل القران ككلا دقدق او ترتيبي سيدي ولالي هذا يو اخرنا ينو كلي كما كنت ترتله في دنيا ساد الدنيا اوكلا دقدق جدي القران فان منزلتك فان منزلك انا ويصار الرياضك غريغا وها ويه اما ميبوس درجات وها ويه عند اخر ايه ايات ميدو اوو دنبيسا تقراه هذا غريد بلالي ما wax kale oo lagu gaaro darajadaas jira maya quraanka lagu gaaro nabigeena wuxuu sallallahu alayhi wasallam hadiis kale wuxuu leeyahay sahiha asaguna ah abu hurayra laga wariyay inna lillahi ahluna minan nas ilahi wuxuu dadka ku leeyahay ehel markaas ay asxaabtu dhayn manhum ya rasuulallah wa kuwe nabigu wuxuu yiri ahlul quraan ahlullahi wa khasatu dadka ahlul quraanka wa ahlki ilahi wa ana khasadis kuwi ugaarka haway kuwi ilaahay jecelaa way kuwi ahbiida sahway kuwi ilaahay dadka ugu dhawaa way an ayuha al-ikhwa hatta waxa nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam sida hadiiska aaysha tilmaamayo qofka hatta quraanka akhriyo gabgabta uu ku yoo ku adagay inuu laba ajir leeyahay oo aaysha waxay leedahay rasuulka wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam hadiisku bukhari muslim ku soo aroray al-mahiru bil-quraan ma'a safarati al-kirami al-barara mid kama hirka oo quraanka si fiican u akhriya maraa'igta kiraamta oo bararada macyadu ahanaya macnaha inagoo nagu naga dhaxbaxay bay maraa'igtu buu la socdaa ninkaas uu tagay walladhi yaqra wa yata'ta'u fihi falahu ajran riwaayatka wa huwa shaqun alayhi falahu ajran midka quraanka akhriya asagoo quraanka ku adag yahay wuxuu leeyahay waxay tiri aaysha rasuulku wuxuu yiri wuxuu leeyahay laba ajir quraankiiba ku adag soo quraanka ku adag yahay laba ajir helay waxaan ku soo khatimayaa jazaakumullahu khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala haydin barakeeyay hal xadiis waxa xadiiska uthman bin affan oo bukhari ku soo aroray nabiga wuxuu yiri khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu kan idinku khayr badan wa kan quraanka bartay hadana dadka sii bara hadaba waa inaad ogaataan macallimiintu inay karaamo gaar ah leeyihiin ay dadka kuwa u khayr badan yihiin quraanka dadka baray ilaa way soo martay wayna barayaan sadarteedna aad ixtiraamtid hadaad wax ka tabato tartiib ugu sheegtid aad isdajisid oo aad ka faa'iideysato jazaakumullahu khayran waqtiga oo dhamaaday dartiis waxaan leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala hayaga dhigo kuwa quraanka barta kuna amal fala ilma aan amal faa'in faa'ida ma lahan وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير شيخ محمود بارك الله فيكم First of all I want the young brothers right here to come closer inshallah come closer seems like the door is blocked so inshallah let's move away from the door inshallah بارك الله فيكم And more people will be coming in, inshallah, so come closer, inshallah. Okay, inshallah. Hadda waxaan inshallah u guda galeynaa qiraa'ada Qur'aan inaan ardayda soo bandhigno oo la arko dugsiga iyo madrasada macadka waxaan inshallah qabaneynay inuu waalidkan uu qanaco oo ishiisa ma taqaana uu ku nursado macallimiintiina ay ku farxaan ardaydiina ay ma taqaana ay ku bishaareystaan marka inshallah waxaan u yeerayaa hadda Adnan Yare way I'm going to call inshallah Adnan Yar inshallah. Come on. Thank you.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العزيز الحكيم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إذا بعض أزواجه حديثا فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الحكيم خبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو المولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات وثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون كبير تكبير It takes a lot of courage to sit up here and read in front of people. It takes a lot of courage to stand here and to address people. So mashallah. Can I start? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا
السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن الرحيم وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ذل الرزانة قنقلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه
وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبها نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطارق مكية أحكاكومنتهي 17 أيضا بسم الله ألم عيسى كبلابي الرحمن أليه نحري تقود نحري سنهي الرحيم أليه نحري سقار نحري سنهي والسماء يلوح يريس ماذا كدارنا يا والطارق حدا قوريا وما أدراك نبي أولو محاكو قيسيي ما الطارق حدا قوريا وحيهي النجم وحدك الثاقب وإفا إن كل نفس ما كل نفس نفد مات ما أهانا إلا هدين أهاتو عليها كرك ضحى هذي حافظ مد إلالنا يا فلينظر في ريو الإنسان إنساكي مما خلق حلق أبورين خلق وحلق أبورين من ماء بيو دافق أو بودبوذية يخرج بيها سكسبحيا من بين صلب دبر كالدحديث والترائب كالحمها إنه أله على رجعه إنسان كسوع لنتيس لقادر وأوذا يوم ما لن إنسان كالسوع لن يتوب لا لمو تشندنا السرائل وحق البياشة كترة فما له موسقنان إنساكي من قوة قود ولا ناصر وحق قرقارة والسماء لحي رسم ذا كدارنا يا ذات الرجع روبك وصاحبك والأرض لحي كدارنا دوكي ذات الصدع جحجحمة وصاحبك إنه قرآنك لقول وهذل فصل كالبحين حق باطلك وما هو قرآنك ما أهان بالحزن عيار عيار إنهم قال ذا يكيدون والدقر يان كيدا دقر وأكيد أنا دقرنا كيدا دقر فما هل نبي أولو أسق الكافرين قال ذا أمهلهم أم أمثه هلهم أسق رويدا وحير بلا جزاء الله خيرا أعداد حكم ذي هاي تفسير كأي قرآن كأي علوم بدن بس قاطة هي نحوها وحنش أعلان لها مركا ما دام ونو تفسيري نحوها نو قاطة أرنا هانتي ما دمينين كتاب كأجروب غاية نحو السعودة لكن وحن كو اوغه هي انت او كغاراي او كتابكاس كو كغاراي وفهم سنيا فلله الحمد
quraanka hadda uu noo akhriyay hadii meel kamida oo naxwiisa uu gaaray aan ka weydiino waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inuu garto mathala bilal hadduu noo ixraabi karo yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib looma macneynaya isaga macneeyay oo macnihii uu garanayaa marka hadii ixraabta uu isku dayi karo naxwa ahaan inuu fahamsan yahayna waa weydiinayaa insha Allah ta'ala يخرج من الصلب والترائب يخرج فعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصم والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على الماء من حرف جر بين اسم مجرور بمن وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بيخرج بين مضاف السلب مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والترائب الواو حرف عطف الترائب محذوفة على السلب والمعطوف على والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره فاعلته واحد رأى جواز تقديره من لو وجوبا محبو قال كنا إن الجواز هاي ضميرك مستتر كان اسم وجوب الاستتار إنه صحيح جوازا هو هي واه وجوبا انت كلا واه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم سورة بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانفطار آياتها 19 سورة المكية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تلم قعيسة كوبلا بيا الرحمن الرحمن نحريسة قار نحريستة الرحيم نحريس نو نحريس كون نحريستة نحريس قار هاند نحريستة إذا وقتي السماء سمدي انفطرت إذ لعمته وإذا وقتي الكواكب حدي انتثرت إداتون وإذا وقتي البحار بديه فجرت لسفره وإذا وقتي القبور قبوره بعثرت تصاصر وعلمت وحقاتي نفس النفس ما شيء قدمت هرمرتتي يؤخرت وحقذال مرسي يا أيها الإنسان إنسان ما غرك محاكك ذي بربك ربك محاكك ذي الكريم وناكسا الذي أليه خلقك كأبوري فسواك كسمي فعدلك وكيي في أي سورة سورة كيكه ما شاء اللي دون ركبك خاسالي كلا هكتشوغو بل سكبدا تكذبون وذان نسان بالدين أبا المرنتا وإن عليكم وإن الحافظين كو حفظنا عليكم كوكينا هذي كراما كو كراميسا كاتبين وقريا يعلمون ويحوقهين ما تفعلون وحسنا نسان إن الأبرار كو بارياشا لفي نعيم نعم دحذي سكسوهين وإن الفجار كو دملياشا لفي جحيم نات الجحيم دهي كسوهين يصلونها ويقردونا يوم الدين نات قردونا يوم الدين ما نتابع منتا وما هم ماهان عنها حق نات حق بغائبين كو مقنانيا
وما أدراك نبي ألو محاكو يسي ما يوم الدين وحمالت أبا منتهي ثم كذب ما أدراك نبي ألو محاكو يسي ما يوم الدين وحمالت أبا منتهي يوم ومال لا تملك ونهننين نفس النف لنفس النفكلة شيئا وحمك هننين والأمر أمرك يومئذ مالتا لله عليه سبناتي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة والأخوات عاوة حفلة لغسوة قيب قرو هي حفلات كل ما ذكو أقيم قبضان أيام فردنا الحمد لله وأردي رير وإلهي كتاب كيسة سبحانه وتعالى وقت قوذيك الشيء وقت قوذينا عن كوخ الصارين كلاسو النقضي إن قرآن كالله سبحانه وتعالى برتان لفظا إيه معنى أبرتان إن كان مدى يرى أكوانا عن ديه دون إن شاء الله وحن كهو الرئيسين إياه إن مثال كآت كأقيم قبضان وأن تابان كرنو إسكما إيمان وحوال بقى الدنيا ذي ماذا سبب بوليه سبب تاصنا إلهي سبحانه وتعالى شيء والبوحو إيالي سبب لقو قارو وحان إلهي سبحانه وتعالى أقبري إن معلنك يا شيخة المها أولقني قرآنك معنيه سأولقني إنه إلهي سبحانه وتعالى أسقي والد كيب أدن بدافه إنه إلهي سبحانه وتعالى أدن بدافه معلمينتي وحصوبرتي هدي أي لفظي قرآنك صوبرين إيا هدي صوبرين علومتك لها دعاوة وشيخنا تابسي جزاه الله خيرا بل وحان سلاه بارك الله فيكم ومثال لقد ينكره شيخ عبد الرحمن أبورك وأبوري إيه بدرد أنه أبوري ويعني مثال يحتذى ويقتدى محايا إلي المير والصومالي حتى عريض أكوياه إن ويراهده وحان ليابي ما شاء الله قبل يهد أدن بيسوي حيتري وإن عليكم لحافظين مكي إعرابي مكي الغوين يسوي حيتري وإن عليكم لحافظين إن لحافظين عليكم يعني هو دقيق مسألة هو القبر هير إن الجار المجرور كي يحكو تعلق سوكر هرمليسو اسكما إيمان إلهي سبحانه وتعالى هابا المريم ما قال ذو الدقنة هي وأنا كنا الله يدعونا وكونا ما قرنا يو مثال نوع سوكر أميلو كجرو على الإطلاق مرك إن شاء الله بارك الله فيكم انت سو انت والدك نصيبك أهلي إني مدرسة دان يا شيخ كبي عبانة وحلينا هي هنيئا لكم كو أن نسيبكم أهلين وحلينا هي سود وهذا بارك الله فيكم أنت كدي برا ليال وحرب على قضاء إن شاء الله ولا موضوع يرى على قرا لبوسكا أن جوجنو إن هذه الشغل أن إلهي سبحانه وتعالى دي آيات قرآن مفسرة يو يركي وفسر آيات قرآن كها يجي أن وعدي قرآن نقد الأخري نولق به ما شاء الله سورة العصر أن كثير رحمه الله تعالى مركو كتاب كيس كوش الرحيو كتفسيريو وحسون قلنا يا أثر صحابة ميل ما إسم سكو إيمان جرين ما إسم كل تجي جرين إلا يقرأ بعضهم على بعض سورة العصر سورة داس مكورة ليال وحي حنبار سنتهي وحي بآد فربضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب حلية ليلاده ستة أصول أما ثلاثة الأصول آيات داسي وحكبحي دقيق فقه دقيقة وحيري بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلهي وحكو دارت سبحانه وتعالى عصرك علماء قارو حليهين إن لو دافا في عن بمعنى زبن كأودن أي رب سبحانه وتعالى كودارت إنو كودارتنا وحكيني وميشا إبن آدن كأكوكو ليسني أما أكوكو لدريسني ووقت قويان إن الإنسان لفي خسر إنسان كو وحكو لحسوغين هي خسارة أفرق ضبا لغصر يا مرك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أفرتاس قضب قفك لقوائي نورشي سوى خاسر الله وحيري سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا كوا إيمانك لغهلي شام محمد عبدها وحكو فسري بمعنى هذا الإيمان كان وحويان كوا علمي الله أسيي علمي إيمان كان وإسكال لازمي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات علمي أي برتين وإلهي أسيي وإي حنبارين كو عمل فريق
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح لا يكون عملا صالحا، عملك صالح عمل صالح من نغضه إلا إن لبش شرط لا يهره شرط يكون حيهي أن يكون العامل يعني مخلصا لله تبارك وتعالى. قف عمل فليه إنه كقد يعني عمل كاسي إنه خالص إلى درتيه كتاي سبحانه وتعالى. قضب كلواتنا حويان إنه كضيانا النبي الصنديس عليه الصلاة والسلام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق حق صدر دارمي. قفك علمي بويا شيء وكو عمل فلي قفك مسلم بخيل ما وأنو علمي قال نشريه وأنو علمي قال قد بيا شعب رحمن سواد أن تصيوك آيات القرآن كو تفسير كذي براتي دتك لحدك محايا إلي أبو هريرة وحوله جري مركو سند النبي الشيخ ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. محان ذي أركايا ومركان سنة النبي إذي الشيخ أدو جي سنة إسان إلهي بان كل أرطي قربيه إن الرحو ضائيان لغيا أما قاتا أما كو عمل فلا أما كتاك موجودة وتواصوا بالحق حق إصدر دارمي أو علمي أه وتواصوا بالصبر دلقاتك يأتكيسي إصدر دارمي شيخ وحولي هاي علمي مركات برطو وأتكو عمل فشو أو علمي أدتك قارسيسو صبر محال الضبريق صبر محال الضبريق وحا إيمانا يئن لغو ديبو ويا كو ديبايا قريب يا بعيد بو كو ديبايا شيطان يا شيطان نينو كو اديكتبا وا كو ديبايا ما حلا غا باهن ياهي الصبر. الله وحيره سبحانه وتعالى سو نبي صلى الله عليه ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى جاءهم حتى اتاهم نصرنا. الى نصر جيني هيل كيني ويمت دينكي لغو بيني ما اسن كعررين وحال ربا مركا garkaaga iyo diinkaaga iyo quruxdaada ka muuqata ha ka cararin hana iska bariyeelin ilaahay ku caabud subhanahu wa ta'ala diin wasadna ilaahay ku caabud subhanahu wa ta'ala diin wasad ah ku caabud walaalayaal qofki maanta ay geyro u hayso diinka oo geyro u hayo war wax baro war maanta sharka waa la soo furay sharki albaabadiisi ayaa la furay baalkaas maanta sharki albaabadiisi furay khayrki albaabadiisi la furay وسلاح ذو حدين وهبل وافلوي واركتون هذا وحصوب حين من الى الصادعون بالحق كوي حق الجهري ما انتو دون وافديان ايغو قي قي يعني مناطق الصومال دغنت دن كسو غليا ميد صومال لان بو كسو غليا ميد بنت لان بو كسو غليا ميد مقدشو كسو غليا كو كلا نيروبي كسو غليان فيسبوك يسا ودخدالنيا 10 دقيقه شن 10 دقيقه كلمه آيات القرآن كي أغرنا يان حدادا معرفية قون لهين مجرفتك وقاضنا يان أيها يكو وكالو كسي اللي تو دينك إلهي سبحانه وتعالى تشكيك لنا سي الحق يا باطل كأوكال قرتان وأتوول كيرا لها يعني إنه لقرآن يعني محايد إنه لقول فصل مركو فسري وحيري إنه قرآن كان لقول هذروي فصل حق باطل كلا صار يقول سمعين مرغتوا كهذه سمع قرآن كحق باطل كلا صار يا هذا هذا القرآن كمعني سجرا أو هذا كتدبرين أو هذا أصوشي إيو وحي القرآن كلو جفهم لها هذا يعني درع كرجانين سأبد بادسة سيصدف كهررها كجرة أو حاس كأي عرورتها ذي المهاجة عقيدة اللي جف سادنيو أو ملحدين تي كف سادنيان أو ضدك أهل تطرف كأي كف سادنيان سأنقاذ نساء ما إنقاذ كرست مركب ورا ليال قف كوينان كرم لها قف كدقوب كرم لها دينك إلهي برشيد سبحانه وتعالى هذا مركب في ريسا هذا وحقوها لي دينك برشيد سي وحقوها لي لبقر إلا من رحم الرحمن انت كرو إلهي حسور رعي ماهي قبله ما مدي أما قف وين هنقطو أما قف دحيها هنقطو أما قف يرها هنقطو ودلالة ينتبرك عموما عرورتنا وحال لغبق يا ضلال انحراف ايقنا والدك وخص بيانا ولا صوك عناية لكن لن يرضي يا رجل لحلحاتك اها يكون متقدمين في السنة اها انت بوحاد مدى وحال يري وردينك برشيدي سوى الذي كعفي ما اللي يرينا مرقاتي ما انك اهين ما اركي سامر عليها معنى هذون ما اها لصعو اداد دا اقارتي وحمن برنكرت نبقى إيش كنا جروب كيمي دعيري
nin oday waayeela oo ciidamadii Soomaaliya kamid ahaa baa wuxuu bilaabay gad alif ba ta tha jim ha kha markaas waxa uu hadda ma waxaad jecelshay quraanka inaad dhameyso xifdiso nacam buu yiri shay kale loo idibayaa laa buu yiri waxa kale loo idibayaa loo yiri waxaan jeclahay buu yiri anoo saa ku jira inaan nafta macnaha ajasho ay timaado wa ficlan maxaa dhacay suuratul kahf markuu khatimay ayaa ilaahay oofsaday subxaana wa tacaala marka walaalayaal diinka ilaahay subxaana wa tacaala waqti gasha warbaalka waqtigiisa ka qaadan warleemanka la galgalo oo siyaasadda iyo yacni shaka xariirta badan laga hayo waqtigiisa ka dirin ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala idinka iyo naftiina iyo awlaadiinaba diinka hala barto waxaan ku soo gunaanaday hadalkan oo idinku dheereeyey qofkii ay kheyro u haysa diinka ilaahay oo inuu difaaca u rabo war qofka dagaal ma geli karo ilaa uu ishubeeyo haddaad rabta diinka ilaahay risaalada inaad qaado ishubee ishubeyntana waxaa kow ka ah inaad noqoto qof mutafaqiha oo diinka ilaahay fahma subxaana wa tacaala sunnada nabiga iyo qur-aanka fahma iyo wixii lagu fahmayo oo naxwo iyo sarfi iyo iyo cilmi alqiraa'aat iyo tajwiid ah insha allah ilaahay waxaan ka baryay subxaana wa tacaala inuu nagu arsuqo alfiqa fi diin insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الحمد لله الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أن إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا وما يسترن سكاله الله ماشي أسكو كان كياني أولا ضد إيمان له أو مسلم لنا قد يجي أن ما أنت فرحد وين أيه نوتها يوجد أن أرددني أنا إذا أرنا ومد أن كفرح وكل مركان فيريه الحمد لله أردتني يا ريري يا علمهني ومانتي قرآن كاد أركيسين أن دقيسيني أخريني تفسير نحوه يا إنك لو بضن أنا قلاس بكوسو أن كور غبا وان جوغا ووقتي أي وايين سيدوك لأ وحايري محاك روك فرح دا بكوس وحاميشة فالية رج iyo dumar arday ah oo dad waaweyn oo waarid ah oo ilaa waqti hore igu dambeeyay dad waaweyn in America here oo soo fariisanaya oo wax baranaya oo waqti toban aan ku dhow shan saac fadhiyay gruubkiiba waliba qaarkood rag oo kale waqti leeyda dambe ku gaareen war hore inay igu dambeeyay marka waa dadka waaweynaa oo waxbarashada diinta iyo jacaylkeeda oo culimo iyo hoggaamiyaal iyo macallimiin intaba leh miyaan ku farxaa markaan arko waxaa irib kale ma ilaahay na siiyey culimo aada u qiimo badan oo maanta culimmada nagala joogaan iyo macallinkeenna iyo sheekheenna cabdiraxmaan suusi miyaan ku farxaa marka waxaan irib sidoo kale ramadaankii oo inagu soo wajahan nimcooyin baa isdul saaran oo asagana lixdii bilood oo ay asxaabtu ku ducaysan jireen aan ku jiro ilaahay una gaarsii oo aan ku dhex jirno lixdii bilood gabagabadeedii alxamdulilah intaasoo dhan wa in tacuddu nicmata allahi laa tuxsuuha haddaad isku daydi nicmada ilaahay inaad koobtidna maba koobi kartid marka alxamdulilah ilaahay nimcooyinkaasoo dhan noo dhammaystiray waxaa ka mid ah nimcooyinka ilaahay na siiyey inagoo joogna maanta meel qurba ah oo aqaliye ah haddana inaynu maanta diinta ilaahay baranayno weliba meel qurxa badan aan ku baranayno sidoo kale waxaa farxad noo ah dadkan martida noo ah mid meel fog ka yimi iyo mid meel dhow ka yimiba sidoo kale soomaaliya dad nooga yimi oo magaalada marti noogu ahaba alxamdulillah nagala soo qayb galay xalfadan raggii dacwadaanna magaaladan saldhigga u ahaana ah sheekh cabdirasaaq lafoole ilaa khayr hasiiyo haddana cilmiga waddanka uga bartay ula raray Soomaaliya iyo inuu jaamacado gacanta ku hayo
marka intaasoo dhan waxaan noo tihiin farxad waxaan ileena marka soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada centerku waa centerkiini saacadda rabtaan imaada insha allah waxa balnayaaba inaan ka shaqeyno laag aan qof kasta oo member centerka ka aanu siina saacad rabo uu soo geli karo tu number gashado insha allah intaas markaan ka gudbo waxa ilaahay nimcadiisa ah ilaahay inuu maantay na tusay ardadeen yaryarayd oo ilmaha yaryarka ah oo luuqadda soomaaliga laleeyahay waa ku arag yahay ama waxaa oo la oran jiray isma fahmaan maalin la weyd ayaan kilib yar walaalayaalna soo booqday waxay ka duubeen arday ardada ka mid ah oo centerka mahmaahyaha in aada u fara badan oo soomaali xifdisanayn dadkeeda waaweyn aysan xifdisanayn baa rag macalimiin iyo culimo oo dhallinyaraha magaalo nagu yimid kilibkii meel geliyeen waan arkay si u socday baan u yimid si qofu qof isu sheergaraynay waan fiiriyey dadku si ugu faraxsan yihiin 15,000 dad ah baa daawad mid walba leeyahay maasha allah ilaahay waalidkiisa ha barakay ilaahay macalimiintiisa ha barakay saa loogu ducaynaya maasha allah marka ilmaha waa waxa la geliyo ilmaha wixii la geliyo waa ardadu inta ardab fara badan baa joogta magaalada oo duruuska barata laakiin islaamic study iyo qur-aanka iyo macnihiisa inuu barto way yar tahay muhiimadda la saaro marka alxamdulilaahi tusaaley noo tahay oo lagu dayan karo inaynu weliba luuqadooda hooyo ku barno oo soomaali intii lagu baro ay ku gabyi karaan ay noo bedeli karaan culimmadeenni mufasiriinta ahaa sida sheekh cumar faaruq oo kale sheekh maxamed macalim ay noo bedeli karaan iyo kuwa noolba iyagoo inoo tafsiiraya marka waa nicmo ilaahay hawshaasna waxaan ku bogaadinaynaa sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdiraxmaan caawa alxamdulilah rabadaankii baa dhow iyo waqtigii aan kulannay anagoo horay mar waa salaamay waa isbogaadinay asalaamu calaykum calaykum salaam sheekhu u yimi program laakiin waqti habeen ah oo leyda ayaa waxay soo wacay sheekh cabdulqaadir markaasuu yii aniga wadaad sheekh cabdiraxmaan la yiraahda rabna inaan ku nimaano okay baan ku yiri tafadal waqti dambe macnaha habeenkaas inuu maqbuulo ah waa habeen casharul awaakhir ramadaan bay ahay ramadaankii dhaweyd lasoo dhaafay waqti dambe oo taraawiixo dhan aan soo tukanay oo sheekh cabdulqaadir masaajidkiisa kusoo tukadeen anigu maaqan makar meel baan ku tukaday adhono meel baan kusoo tukaday sheekh cabdiraxmaan masaajidku habeenkaa tujinaya maamuumata islaam soo dejiy mise carmel nidu soo dejiyey anigu waxaan kusoo tukaday waan xusaa masjid alhuda ayaan wanaag laga inta iskugu nimi waa isla fiirfiirinay sheekh wuxuu yiri niyahow saasaan rabay macaad magaalada inaan ka samaysaa sheekh waxaan ku yiri kalaam ilaahay subxaanahu watacaala centerkan wuxuu u dhisan yahay in ummad ay wax ku bartaan wax kale uba dhisna laa siyaasatan laa wax kale ummad inay ilaahay ku bartaan alxamdulilah waxaan fatwada ka bacdi 200 oo kale oo aan hawshii galaaskii iyo ku jexjeexaynay ayaa marka waxaan wan harta usoo qaatay habeenkaas maqbuulay ahayd maxaa laga yaabaa habeen maasha allah barakeysan maxaa yeelay miraha aad aragteen baa soo baxay rabadaanka rabadaankiisa kalena waxaan rajaynaynaa insha allah wax ka sii wanaagsan insha allah inay noo soo baxaan oo weliba gabagabadan insha allah bishaarir ku sheegi doonaa soo socota marka sheekha ilaa khayr ha siiyo saturday sunday waxaa laga yaabaa 9:80 inuu yimaado ugu dambeyn 9 qofka ugu dambeeya buildingka inuu noqdo sometimes 11 sometimes 10 o'clock saturday sunday ilaa khayr ha siiyo waxyaalaha isaga iyo ardaysa isku tafaaculeen annagii o dhan ayuu aabanoono fajazaahu llahu alkhayr waxaana nala ka rabaa qof kasta oo ummaddan hoggaanku waayeen nusdaa noqdo maxaa yeelay ummadda badbaadaad ugu yeeraysaa badbaadmadka ugu yeeraysana qof kasta waa inaa marka aabe iyo walaal sidii sheekh wuxuu ka sheekeynaya wuxuu yidhi an culumaa waxa u yeertay bu yidhi nin madaxa marka u yeerteen waxa u yeertay wuxuu yiri boorka u yeertay igu yeera bu yiri hay la taliyeen culimmadii
culimada kala waa amaane hal nin baa aamusan gees fadhiya ninkaas buu yidhi maxaa la aamusantay maanaa mucaarad baa tabaliyi waran maday buu yidhi laba aamusinaya raggan way ku ammaaneen laakiin anika duwan kuu sheegayaabi jirkaa quruxda badan bay naar uga baqo waxaan ku leeyahay buu yidhi kan weyn kaa kan weyn kaa kaa weyn waalidka ha noqdo falyakun waalidaka kan ku leegna walaalka ha noqdo kan kaa yarna ilmahaaga ha noqdo intaas aan u aamusay aanu ammaan yidhi culays baa lagu saaray iyo dhibaata lagu saaray intaasaa kugu filan marka saddexdaasaan ku leeyahay marka jazaakallahu khayr sidoo kale maasha allah waard iyo aada u soo abaabulay barnaamijkan ilaahay ha barakeeyo ilaahayna ha xifdiyo waxaan rajaynaa insha allah intaan iyo brogramya ka badanba insha allah inaan qabanno iyo barnaamij qur'aani oo naytka bishii ama labadii bilood mar la qabto insha allah brogram insha allah oo magac gaara yeelan doona insha allah baan rajaynaa insha allah ramadaanka sidaan insha allah waa ku tukaninaa inta iclaana yar haddaan ku dardo shacad cirmaan baana tujinaya insha allah ramadaanka soddonkaba xisbi baana insha allah ku tukaninaa si aan ugu fududayno insha allah dadka musalliinta oo shaqo leh iyo duruuftooda annaga fiirinayna sidoo kale jimcada waan ku tukanaa 1 o'clock ayaanu galnaa 1:30 ka baxnaa shacad cirmaan baa imaam lead imaam noo ah iyo culimadii kaleo markaas lagu soo biiriyo oo maalintaasna siiya sidoo kale barnaamij insha allah ramadaaniya insha allah waan bilaabaynaa oo tarbiyatu nafsi ah oo kutub insha allah muqtadafaad ah haddii ilaahay idmo sidoo kale insha allah waxaan rajaynaynaa dugsiga hall islami studies sida inu wada noqdo dean of education sheekha noo noqday hall curriculumkii oo dhan waxaan ku nila sheekh from bottom to top curriculumkeeda waa kan same design oo glasskan aan ku tijaabinay noona guuleystay inuu wada noqdo same design oo glasska halkan wada noqday kulli from alif maxaa yeelay hadal cajiiba sheekh uu yiri sheekh wuxuu yiri roble in la kala saaro la yirahdo intaana waa taxfiid intaana la yiraahdo waa tanhiid qof kastoo waarida albaabka ka soo geliyay wuxuu usoo geliyay ba yiri inuu wax xifdiyo marka siyaasadda noocaasa waxaa ka fiican in la wada yaarado kulli waa wada taxfiid markaas waxay u kala duwan yihiin qofkii waaridkiis waqti ka badan u bixiyo oo cunugii waqti ka badan la siiyo iyo cunug kasta demohi gift talent cunug bas uu kala talentaysan yahay bini aadanka ilaahay maxaa yeelay cumar bin khadaab inuu haba rajaynaya dadka talentiga gaar buu tarbiyeyn jiray u saari jiray ugala dadaarmi jiray u fiirin jiray marka dadka talentiga si gaar ah ayaa loo fiiriyaa maskaxiyan qiyaadatan iyo dhinac walba iyo cilmi marka jazaakum allahu khayr walaalayaal hadalka inaan badiyo ma rabin brogramyada intaasaan kusoo insha allah aan bay ahayd ramadaanka iyo insha allah jimcooyinka ku tukano sidoo kale insha allah wixii centerka mar walba supporti ah walaalayaal si intaan iyo in ka badan quruxa noogu soo baxda insha allah cidda aan centerku ka sugayo waa inteena si intaan iyo in ka badan maxaa yeelay centerada iyo maraakista magaalada noogu yaalla haddaynu garab istaagin oo kor u qaadan ilmaheenna waxaa uga tegayna maada biri dhaxala macnaha waxaa ugu muhiimsan waxa waaye waa kuwan inaan dhaxal uga tagno dadka gaalada waxay tahaan legacy less behind legacy less behind less aan ka tagno left behind inaan wax uga tagno oo wax ay tomorrow munaafacadsadaan insha allah jazaakum allahu khayr waqtigaa yar جزاكم الله خير مرة بعد مرة حابة سودو هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد سلام أيها الإخوة الحمد لله إله با مهدسن إله با مهدسن ما هذا لسوكو بكرن لما أنتد الله نقوم مهدنا قينا إله با نقوم مهدنا قينا إن بدن ولسوكو بكرن هذا البدن كبقى أنه لا
لكن وحير هدان عبره وحان هاي حفلة المشان اللي يسوي بدا قيمها بضن وحفلة دي وحبر شدة دين تإسلام كا لقو برنايي لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون سواء اللويري وحين سودة جنّي قرآن شرف كينا يقيمهينا وكتشرو أفلا تعقلون يينا كوانا قادرين ولا ليال باشا وحاكو برطا وحفلدا قيمها بضن وما تلفرديو سوو يمد داد والدينها ووايلاها داد يرير ومحان كولاد عرور توديها انتو بباشا وي وضفرديان أنو أرضادان كاكو أيان كتشرا عيال والد نوانا هاي وعيال كيجيبا ماشا نكتا مركا الحمد لله إله بانو قبما هدنين قايننا وحبار شضا عن ماشا كهلي محان كورا دا شاقين شاق عبد الرحمن سوسي وهالك نوسي يي وحاي نقطاي أرن آد إيا آد إيا آد عجيبو أها وروحي صو حاضرة وصو فريستا وكوة كدن با يو يارانا يو لي يكالي وحان محان كورا دا ودك اللي هلين أيام ماشا يالا انت هاي ستانا ايه صو حاضرتانا الحمد لله أنا أروه كمي ضاهي آدي آد بان إلهي قمه نقينا وحال لي هلي نمع قالي أها وقالي أها وأن تدكو هذا هاي سنة بالي هلي تاسنا وحا يكون نقطي بفضل الله با يكون نقطي إلهي با كمه هاتسان نو قري و نو قدري إنان محان كورا دا حروتا نمادنو وان علمك إيه وحبرشادة كلام الرحمن أها إنان كفا إذي سنة إلهي با كمه هاتسان وحاكالو كمه هاتسان شيخين الشيخ عبد الرحمن سوسي خير بضان الله سيو آخر يدونك با الله حفظه إساقي والدين تسبا آن وحدة دالها أو ريبتاي وسنشرين وحان أنو كم مثاليا سيداي أبراكيسن آيان ري الشيخ علي صوفي الشيخ علي صوفي جزاه الله خيرا ورحمه الله يا أولاد وكتك يا عبد الرشيد الشيخ علي صوفي وقوه رأيو سيداي أبراكيسن آيان أيو الشيخ عبد الرحمن إنو أبراكيسن يانو رجيني ساسان قلبي قوه يا وحاي ريركا كبركوبين كلام الرحمن بيدتك محان كورا دا يسوى السافية يير إيوين ببرين شيخ عبد الرحمن سوسنا هذا دتك وحو برا ير كوا وين انا نو كمد هي يا كوا ير ير يا مخان كو دا هلكي نوو تفسير هي يا دادي و دخايسو دان او رغ يا دمر با كا كوبن ايو هلكاس مخان كو دينتا الله كو برا ان و حرتي رشا علي صوفي يا جماعه اي قويس كاس يا هلكا بركيسنا دتكي وخ كو سو برتينا واي هي و علمي و نافع و يحيى اوسي و يحيى علمي و نافع الحمد لله إلهي ما أحسن مركا رنتي والدينتا هي أرضادي دمان آدي آد بانوكو فرح سنة هاي حفلة دان محانكو دادا عاو هالك نوسو قادي وحبرشادي نعمد دادا نوسو سعوتي هي محانكو دادا عاو حفلة دا هالك نوغادا عايسا اللوه هاكيي محانكو دا ربضان كدرتي اللوه هاكيي الحمد لله آدي آد بانوكو مهدنق يانوكو مهد سنة يان محانكو دادا وكو فرح سنة هاي آدي آد بانوكو فرح سنة هاي waxaan rajaynaynaa inta waalidiinta ay caruurtooda halka nuugtaan sidaan u faraxsan oo kale inay u faraxsan yihiin cid kale oo martay oo lagu martay qaadayna sidoo kale inay faraxsan tahay ma rajaynaya marka waxaan ku baaqayaa waalidiinta halkan wax ku barata ay caruurtooda wax ku bartaan way ku faraxsan yihiin anagu baqayla ma nihino cilmiga halka ka socda aadka u macaan kaliya inaynu nagu koobnaado ma rabne kuwa kale ee naga maqanay walaalahaana waxaan ugu baaqaynaa soo haadira وهل مرسو قابطة صوى حاضرة واحد كلا كلا انتانا إذن كي أيام محان كلا كدر جوب دونا هذا إذن معاناته وإذن معانا نساي واتصيفة لي دونتان هذا كلانا وإذن كي يخيار كي مالايا مركا والا ليال هذا البادن ميشا ميالو الحمد لله إله بن أبو مهدنا قينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إله بن مهدنا إمامك أنك نشيغي وفلياس ilaahay baa arintii aan ugu mahadnaqayna oo mid aanu aragnay baadallah hadaanu nahay waalidiinta runtii hoos baan isu wareysanay oo waa waxaan ognahay fadli min allaahi weyn ilaahay baa mahadle baadallahi waxaan u mahadnaqayaa runtii aan uga faysanay fursada tan bishra iyo bilaal aabahood baa igu horeeyay ii sheegay meeshan inaan imaado habeen kastoo carurta si qaadiyo u ducaye intaana shakhsiis u ducayn sababtoo ah waa jaaraan baanu ahayn khayr qaba sheekh cabdirasaaq ka muuqda lambartu ninkii qoreyna wuxuu ahaa sheekh
نوردين مرود في دي ملاد وبحي مركارنتي مركستو أنو حرور تارقنو يسيبه وضان أنت بروح نود عينا ما عشزك اللي أنت هذا أنك أنت مش ما نزيد عينا مركب على نوالدين تو رنتي ويجيهين نمعض اللي كشران إلهي بانو ما نغينا إمام كنا واش هيك رنتي أنا هذا ينام هرسنا وأنا هاي نين شكر إلهي وما نغنو سيلهي نقصي هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. بعد مرة بينا كلمتين إن شاء الله تعالى. أول مرة وهو الرئيس إلهي سبحانه وتعالى يا مهات سكالم يشان وكل مية إن أنكو كلنا دمانتين قري قري سكمد وحنا كل مينا يهين وهو الرئيان كلام كإلهي سبحانه وتعالى. ثانية مرة اللبات ولا ليال وحنا عذر دارنا هنا ولا لها يمد أو حوجا برنامج كوقت الله قط لقلي وكل دراذي مرة يجنا وحلينا هاي نعفية رالنا هذا جزاكم الله خيرا. ثالثا ولا ليال وحيتها هاي وحنا رنتي مقصرين ولا لها قار خير بي متقنا وش يجنا جزاهم الله خيرا. لكن واحد بدنا يسني جاء قوانين واجران تقصير بدنا يسكو أوجه هاي يجابين فر بدنا إلهي سبحانه وتعالى الله نودن بدافه عمل كنا إخلاص الله كديجو. ولا ليال هدف كنا وحوي هاي أنت أن أودنه وولي بأن أوجه إني آدي آد ويرته هاي إن إسكو دينه كلام كإلهي سبحانه وتعالى أردد دمان إن أن إسكو دينه إن أن ما ركتي كلام كإلهي آخرين تيسة iy maaniidiisa aan ku dadaalno intii suurtagal ah hadafkeena sidaas u yahay wixii aan ku gafnay ilaahay naga dhaafo wixii noo hagaagsanay ilaahay subhanahu wa ta'ala hanoo toosiyo hana naga abaal mariyo inta kadib waxaan kala rabaa inaan ku daro walaalayaal ardada aad arkaysaan galaasku waa cusub yahay durustana waa bilaaw waxa jirta macallimiin nooga horeysa runtii oo ardada aad arkaysaan ma wada aha arda aniga igu bilaawday oo aan mataqaana far uga bilaabay oo meesha soo gaarsiyay oo aan fadligeeda sheeganay ma aha macallimiin baa ku soo dadaalay iyo waalidiin aniga iga horeeyay ayagana ilaahay ka abaal mariyo subxaana wa tacaala intii ku soo dadaashay ilaahay khayr ha ka siiyo annagana waxaan isku dayaynaa intii haddaan wax ku kordhin karno inaan ku kordhinno marka jazaakum allahu khayran wa axsana ilaykum mubaarakallahu fiikum intaasan kusoo gabagabaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلوا على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله لئن شكرتم لا أزيدنكم إلى النصيان. الحمد لله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بارك الله فيكم أكرمكم الله عزكم الله ألف سنتر إيو إنتهوا كامل يسيء إنتهوا كحرم بحفظكم الله عزكم الله أكرمكم الله إلى هيد حفتيو إلى هيد كرامي عسي كرام الله سيو ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المرافقين لا يعلمون أو لا يفقهون. مركا ولا ريال وحا حسد مضان وإن أنستاجي مضان إذن كو أوك إنتين 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 إنت بضاني تات بضاني أوك يهين رجل ذو همة عالية يحيي الله به الأمة وكما نكاس روب لبرزو تاكتا روب ل ألف سنتر روب ل ألف
Alif Santa, Robla Alif, Persodo. Well, Yalma Lemeskurilaha, Namaskuril Nasa Layaskurilla, or Haki Kawi. Wahan Roble Uso is that Gio on Gatau Kavaria. Meshu Alif Santa Casopilabe. Ye he made you leave. Rajulun ذو همة عالية يحيي الله به الأمة تكبير الله أكبر ولله تكبير الله أكبر ولله يعني قف يعني إلهي طورتيو إلهي كرامي ومسلمه موحده يعني معلم القرآنه إلهي همة وين قريك همة سرع وقريك oo deetana himada uu ku fikiray himadaas uu leeyahay du himatin aaliya ayaa yuhyi llahu bihi al umma ummado hoodan ama ummadaba ku nooreya soomaa ya maalinti uu ka xarxaray meesha hadda halkan ku toosan oo sawtka Minneapolis meel yar oo kira ahay himadii uu geliyay waa tan maanta hor fadhin halkan Alif Center dadku way la yaabare oo waragtay isaga sariyaraantiisa iyo baryaraantiisa yaan la arkine de waxa ku jirta iimaan weyn oo kii Abu Dardaa waa wuxuu lahaa asxaab yar oo gaaban oo aata laakiin haddana asxaabta kuwa waaweyn buu ku jiray waayo himad saru lahaa isaguna himad saru yeeshay marka waxa la baray inuu soo daajiyo hadda inuu tusaale idin noqdo sidoo hadaba uu yahay kuna dayatan hadhowto markas kana intaan ka tagin kuwiina ku dhashay Mareykanka oo imisa ku dhashay Mareykanka intii dambadan baa ku dhalatay intii la ku dhalatay ba waxa tihiin rusulun min rasuulillah marka waxa la rabaa inay dacwadu inaga gudubto haddii say noo gudbeysana waa maxay waa inaan ku dhaqanno ya bal intiina qaflada ku jira masquusha midigta yani bidixda ku gasha masquusha ama bathroomka gacadataag imisa masquusha bidixda ku gasha imita midigta kaga soo baxda kulligii soomaa okay kulligii waxa weeyaan waxa la idin baray inaad masquusha bidixda ku gashaan midigtana ku soo yani ku soo baxda sooma bal inta markuu seexanayo midigta uu seexatay waa intee waa kulligii inta sooma yaa idin baray macallimiinta khayr qabtaa idin baray uu ka yahay Cabdiraxmaan Asuusi fajasaallahu khayran bal intiina cuntada midigta ku cuntay gacadataaga dee soo kulligeen maa ya waa dacwadii weeye diinta weeye waxaan uga jeedaa ardaydiina meesha ku dhalatay iskuulaa tagtaan midigtood ku cuntaan cuntada markaad isku timaadaan grassmeedkii noodhan ardayda kale aan muslimka ahayn eed meel waxa ku cunaysaan midigtood ku cuntaan isaw dacwo maah ya balliquu cannii walow aaya wamay ficilka waa inay diintu inooga gudubtaa ood ardayda kale aan muslimka ahayn ee idaad iskuulka la dhigataan eed grassmeedka tihiin qaqabso oo muslim noqo oo gaal xun baa tahay maaha waxa weeyaan ficil ahaan diintu iyadu ay naga gudubto si laynoogu soo haruuno soo saas ma intaa ka bacdi khudbada uma inaan imanine waa iga tusaale ya balliquu cannii walow aaya weeyaane antum rusulu min rasuulillahi ku yar iyo ku weynba marka qafladaha laga baxo dhulka marka lagu lugaynayo digrigeeha lagu maro marka lasoo hoynayo digrigaha lagu soo hoydo gaadhiga digrigaha lagu wado iskuulka digrigaha lagu tago yaa gurigana digrigaha lagu seexday iyo sunnaha nabiga soo saas ma marka diintii oo hadlaysa ayaa dadka kale u gudbaysa oo jaarka u gudbaysa oo shaqada u gudbaysa oo waxbarashada u gudbaysa deetana waa lagu soo islaamaya masaajidadeena aan joogno oo inaguna aan joogno kuwa qoor cascas caruur iyo dhalinyaro yaro qoor cascas iyo gabdho qoor cascas yaa iman doono buuxin doono soo ma dee u nooyi nimana acmaalu biniyaadi saa inagu isagu xifdayayna diinta allah inagu xifdaya alxifaada ayay doonaynaa inay inta kale hidaayo nagu helaan waayo maraykanka wax kale nooba keeninay waxaa nahay rusulun min rasuulillah fajasaakum allahu khayran axsana allahu ilaykum macalimiinta iyo sheekha iyo intii ka soo qayb gashay iyo macalimiinta sheekhyada jaridii halka ka tagay kulligoodba cabdulqaadir iyo
شيخ عبد الرحمن يو شيخ كريت شيخ محمود يو شيخ يخرو كريت يو ها وحا كلو حسد مدن ان الشيخ ولالكي صاحبكي بروفيسور عبد الرسال لفول استغرب رحل سو تغير اتو سارو نقطي ها وحو تسارا كي يحي واد دعادي وقوه رسال مريكا كمركان بيدان لكو الميانو ها اما دارست ايو مستعدي دا كود داري سوية ها عبد الرسال وحد تسارا نوقفلا يا يعني مهمة دي هي تكسي قرآن دي مركي وقوه الرئيسيات بلاودين ايه كبدا هاي مدرسة الشافعية الشافعية مسجد دار الهجرة لابد عصوان لابد ميروه كريستان مركي دامنا مستقال حاكم لقفوري أي أوجه الرئيس مال لي راهذا سومالي ذاك رئيس تو كتو كتاد ما ترى مراكز وي واتر مراكز بين نقطة رجع بلعبه وحن سكون تاجي وحوي وحو برتاي أي ولي مساد كل ده حجوا وحو برتاي أي ولا تري دين تي يدقن كي يتعلم تي كري يساين سكوا أو دل كي جي أو كوا إذا كور لالك وجمع ذاك صاري فجساك الله خيرا أحسن الله إليك مركا دش عبد الرحمن سوسي سيستاجين ما يشاخه سو برهان تين لوك عيما ها برهان تانوك عنو علينا هاي علمي قاقا علم نافعا كردقو عمر قاقا الله ديريو عزي كراما الله كسيو قرآن كواد حفتي ده الله إنا وحفتيو الله كواد دعادك لقا قبرنا الله كردقو كي تسالة نقودة ايه محاكو الله قطة إذا ايه قدو حسن الله كردقو كي ميشو مرانا ملايك تمرتاي اي دادك كرسو مرا ايكو استامرنا الله كردقو ها ويو ومحي أهل القرآن أهل الله وخاصة سوما ور عبد القادر ما يخش لقادر مسك هذا إيه إمام مسجد فرقان ما هذا الشيء أو الملوك ما هذا الشيء أو كريسة هو أيدي أو هبر يمان الأمير كريوي هذا هو كريوي أويا كريسة إسك أويا وحين الحق ده نقول عبداي عبداي أو مسلم كمين نبي مدن حق نقول عبدان أيو كنيسة دي آمسيي مسلكو إيبيي ومسجد الفرقان مع تبركة ورمى يا شيخ عبد الرحمن بايسنا كميدا وإمام كي مساعد كبا سوما شيخ عبد الرحمن شيداكي كدر يري ما كوري مالين تي نكو آذاني الفرقان أي كنيسة دا هيدي مساعد كنقو تي شيداكي كدر يري إلا هدو أوي قارنا وين التنبا آذان كي بادي لي تكبير الله أكبر ولله فازا مركا الارض ارض الله والناس عبيد الله دولك الهي بايسكله يا دثكنا وادوم الهي ان الارض يورثها يا من يشاء من عباده الهي هو هي نغدغ دولك دخلان مين دا كو لو سوس مدك اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا امرنا انك التواب الرحيم وهدينا وفقنا والحق ولا طريق المستقيم ربنا عليك توكلنا واليك انمنا واليك المصير يا الله يا مالك الملوك ويا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا رب العالمين اللهم نسالك رضاك والجنه ونعوذ بسخطك والنار يا رب العالمين اللهم انا نسالك الهدى تامين لها اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم نسالك رضاك والجنه ونعوذ بسخطك ونار يا رب العالمين اللهم اغفر شر الظالمين وشر الحاسدين وشر الكفار يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اعداك اعداء الدين يا رب العالمين اللهم امن فوضائنا واصلح ذات بيننا اللهم الف بين قلوبنا وقلوب المسلمين يا رب العالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تكبير الله اكبر ولله الحمد.